ستاديوم بمدينة تورينو مجريات مباراة الجولة الخامسة في هذه المجموعة الثامنة بين يوفنتوس تورينو ونادي فالنسيا الإسباني. لقاء الذهاب كان انتهى في فالنسيا لصالح اليوفي بهدفين لصفر. كلنا يذكر تلك البطاقة الحمراء الأولى في مشوار رونالدو في دوري أبطال أوروبا في 156 مباراة، نال بطاقة حمراء واحدة في مشواره مع كل النوادي التي لعب لها. أنذاك اليوفي فاز بهدفين مقابل صفر، اليوم مباراة العودة التعادل يكفي اليوفي للتأهل. فوز فالنسيا يخلد كامل الأوراق، خسارة اليوفي يجعلها تنتظر إلى غاية الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم. لذلك يلعب اليوم بتشكيلته الأساسية تقريبا مع تشيسني في الحراسة، كانسيلو على الجهة اليمنى، أليكسون. التسديدة رائعة من رونالدو ونيتو. كنت أتحدث عن النفس وعن الروح الجديدة التي أعطاها كرفاع، ينقذ الموقف، يخرج هذه الكرة من كانسيلو، ضربة مرمى يقول حكم المباراة ويليام كالو. كانسيلو مانجوكيتش وكانسيلو، توزيع من كانسيلو وسهلة بالنسبة للبرازيلي. نيتو اللي يلعبها بسرعة وننطلق من هنالك، كرة مرفوعة من كوندوبيا، تغطية دفاعية من هنالك وراحت سهل. رونالدو استلمها ودار بسرعة، رونالدو دخل، رونالدو وتوزيع رائع في القائمة الثانية. التغطية دفاعية ثم جديش من أمام كانسيلو، خرج البرتغالي مع البرتغالي، رجعت لي ديابي وبونوتشي راهو يدخل، بونوتشي مازال، بونوتشي كرة بعيدة لرونالدو. يبدو لي رونالدو في أفضل أحواله بدنيا ورغبة في الثأر بين قوسين لما حدث له، ليس من فالنسيا، عنده اليوفي وبعدين يتنقل الى اولد ترافورد لمواجهه مانشستر يونايتد. خطأ الحكم المباراه واول بطاقه كانسيلو. رائع مانجوكيتش في القائم الثاني من هنالك من امام دانيال فاس، تسترجع مجددا وندرق ما زال كليني وتوزيع بين احضاني وما زال والدفاع، ثم الحكم يقول خطا لفريق اليوفي. آي 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 كرة خطأ لديبالا من دون أن يخرج البطاقة حكم المباراة. وكانسيلو عفوا، كانسيلو رائعة، توزيعة رائعة وركنية يكون حكم المباراة من هنالك لصالح. تنفذ الركنية الرأسية الأولى، يأتيك من كل مكان كانسيلو، ركنية رائعة، رائع كانسيلو، كانسيلو رائع. رهيدو ألكساندرو أولولو، رونالدو بتسديدة سدد الكرة وأسقط لاعبين اثنين، كريستيانو رونالدو في رونالدو دخل، رونالدو ونيتو، كرة رونالدو سهلة بالنسبة للبرازيلي نيتو. ومازال باص التسديدة مرة جانبية، صعبة الكرة هذه من جديش ثم من اليمنى من مرمى الحارس نيتو. ديبالا عليا، يا كيلينيو راحت الكرة هذه مباشرة لكانسيلو، سقط في الهواء جورجيو كيلينيو، كان حاب يستند. ميرا لامبياريتي نفذ المخالفة، القائمة الثاني مرت من أمام الجميع وراحت مباشرة للتماس. ماذا هنالك؟ وصلت لبونوتشي، كرة بعيدة لرونالدو، رقبها بصدره، وصل لمانجوكيتش، مانجوكيتش وفاس، في خطأ هنا من ألكساندرو على دانيال فا. رونالدو في المراوغة، رونالدو الدفاع جاية ثم باريخو يراقب كورتو، برا يلعب لجديش لصالح عناصر اليوفي مجددا، ثم خطا يقول حكم المباراة ارتكبه بونوتشي لكانسيلو، كرة خطيرة بونوتشي، كانسيلو رائع يا بونوتشي في الكرة هذه بالعقب في اتجاه كانسيلو، شوف اللعبة، شوف اي 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 احيانا فاس يلعبها من هنالك، كولاري جيديش كرة لم تمر وراحت ركنية، يقول حكم المباراة لصالح عناصر فريق فالي الاحتفاظ بشباكه نظيفة. بابا يا اولولو يا ديابيو، هذا
هذه راسية من أروع ما يكون من المدافع مختار ديابي الذي كاد يسجل أول أهدافه في دوري الأبطال. ديابي كان رائعا، ولكن الأروع هو تشيسني الحارس البولندي بأعجوبة ينقذ مرماه من كرة جول. الفرنسي كيفن جاميرو، تغيير بتغيير في بداية رونالدو، كيف ستكون الوضعية؟ كانسيلو يتحول إلى الجهة اليسرى من الخط الخلفي لدفاع فريق اليوفي، كوادرادو يروح من هنالك على رونالدو. مرت من امام الجدار هذه هي الكره، ولكن الوسط هيدا من كوندوبيا الكره البينيه رونالدو. رونالدو التوزيع على الجهه اليسرى، دخل كانسيلو والتغطيه الدفاعيه من كوكلا، الكره تروح ضربه مرمى يقول حكم المباراه. كانسيلو التدخل هنا حكم، ترجع للخلف دياكابي ما زال كانسيلو دفاع باوليس. من العمق لعبه بينيه وصلت لرونالدو، كانسيلو، رونالدو، 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 رونالدو ممرر اكستراورديناري، يحط كرة في اتجاه مانجوكيتش وجول. من أروع ما يكون هذه اللعبة، كانسيلو، كريستيانو، كريستيانو، مانجوكيتش، ومانجوكيتش في الجول عند الدقيقة 13. لعبة رائعة بين البرتغاليين. كانسيلو وسط داخل باريخو، ولولا جول باريخو وجول، باريخو وجول. الحكم صفر لمسة يد. يا كوندوبيا، لمسة يد بيدك يا كوندوبيا. كينو دي زالو دي بالا من عند مانجوكيتش، لعبها لرونالدو، مانجوكيتش وفي خطأ، يقول حكم المباراة في صالح اليوفي. تحروا اللاعبين تاع اليوفي الآن بعد ما سجلوا الهدف. البعيدة العالية دي بالا ونيتو، دي بالا ونيتو، الكرة البعيدة، البحث عن ديبالا وسهلة لنيتو، استلم على الجهة اليسرى رونالدو. تسديدة رونالدو بعيدة تماما، عالية، مرت فوق مرمى الحارس وفاتت فرصة إضافة. ذلك البحث عن مانجوكيتش البينية، ديبالا بابا، رائعة رائعة الكرة هذه، بدأت تظهر المساحات والفراغات، بدأ عناصر اليوفي يضغطون. في تنفيذ ميرالين بياني، تشوكيليني لم يقدر على هذه الكره، ديبالا استلمها، ديبالا مازال وضيعتها وانطلقه سريعه في الهجمه المعاكسه، وصلت من هنالك اللاعبين تاع اليوفي في منطقتهم. باريخو، رونالدو، 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 كانسيلو، رائعه بين كانسيلو ورونالدو والكره، التغطيه الدفاعيه بالتفوق لحد الان بهدف مقابل صفر. ديبالا رونالدو بالراس ونيتو بيديه التقط هذه الكرة. هاي الإعادة، باريخو يغير تماما من هنالك على الجهة اليسرى في اتجاه